قبل ساعة من العرض الأول تجمع مئة الأشخاص في الردهة، الجميع في انتظار العرض. الصحفية ماريانا تقول إنها تابعت تصوير هذا الفيلم منذ البداية وتنتظر العرض الأول بفارغ الصبر. لا أتوقع رؤية شيء رائع، لأنني أدرك أن هذا الموضوع مؤلم للغاية ومتأكدة من أنه سيلمسنا جميعا، وأنا على ما أظن مستعدة لذلك. مارتا تدرس تاريخ المجاعة وتتوقع أن يعيد الفيلم النظر في الأحداث. القصة بحد ذاتها مؤثرة جدا، لدرجة أنها لا تحتاج إلى أي مؤثرات خاصة، سردها يكفي للتأثير على كل مشاهد. هذا موضوع لا يمكن إفساده. المجاعة بين عامي 1932 و1933 لم تمس الفيف، لكن المنتجين وكتاب السيناريو أرادوا أن يقدموا العرض السابق للعرض الأول فيها تحديداً. لقد فعلنا نفس الشيء مع فيلم زخار بيركوت، وهذا أمر مذهل. نرى اليوم أن المشاهدين في الفيف يستجيبون بحماس لمثل هذه المواضيع، ولهذا نحن ممتنون لهم للغاية. نرى أن الناس هنا يتقبلون السينما الأوكرانية ويدعمونها بنشاط كبير. يقوم الفيلم على أحداث حقيقية، حيث يسرد قصة هاري جونز الصحفي البريطاني الذي أتى إلى الاتحاد السوفيتي عام 1933 لمقابلة ستالين، فأصبح شاهداً على المجاعة في أوكرانيا. بعد انتهاء عرض الفيلم استمر التصفيق في الصالة عدة دقائق. يصعب التحدث بعد هذا الفيلم، فالحقيقة مرة. يجب أن نحيي أولئك الصحفيين والمخرجين والممثلين الذين وافقوا على التمثيل لإيصال هذه الحقيقة إلى العالم أجمع. أعتقد أنه من الصعب جداً أن يبقى المشاهد غير مبال، لأن هذه القصة المعروضة على الشاشة مؤلمة جداً وواقعية، حتى أنه من الصعب تخيل أن يأكل أحدهم شيئاً أثناء العرض. أنا شخصياً أشعر بتشنجاً في حلقي. يمكن للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية أن يشاهدوا الفيلم أيضاً عن طريق تنزيل تطبيق خاص للهاتف الذكي قبل بدء العرض. ثمن الحقيقة فيلم يبدأ عرضه في صالات السينما في 28 نوفمبر.